شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. حديثنا في هذا اليوم يدور بإذن الله تعالى حول موضوع الاكتفاء الذاتي. هذا الموضوع إحدى الموضوعات المهمة في الإسلام، ولهذا الموضوع شواهد عديدة من الآيات أولا، ومن الروايات ثانيا، ومن سيرة العلماء والمؤمنين ثالثا. الاكتفاء الذاتي له مراحل ثلاث، هذه المراحل متدرجة، وكل مرحلة تالية هي أشق وأصعب من المرحلة التي سبقتها. المرحلة الأولى الاكتفاء الذاتي في قبال الأعداء المحاربين. هنالك دائما أعداء محاربون، في يوم من الأيام كانت هنالك الحرب الصليبية، الذين جيشوا الجيوش وهاجموا بلاد المسلمين. وفي هذا اليوم هنالك الحركة الصهيونية التي تحارب المسلمين. هؤلاء يقال لهم الأعداء الحربيون. في يوم من الأيام كان هنالك التتار، في يوم من الأيام كان هنالك المغول. على كل حال، في كل برهة هنالك أعداء يحاربون المسلمين. هؤلاء يقال لهم الأعداء الحربيون. الاكتفاء الذاتي
في مقابل الأعداء الحربيين هذا يشكل ضرورة، يعني من الأشياء اللازمة، من الأشياء الواجبة. لماذا؟ لأنه التعامل مع الأعداء الحربيين هذا النوع من أنواع التقوية، نوع من أنواع الدعم. التقوية لها أشكال، هنالك تقوية سياسية هذا نوع، هنالك تقوية عسكرية هذا نوع، هنالك تقوية اجتماعية هذا النوع. ولكن هنالك نوع من أنواع التقوية ومن أنواع الدعم، هذا الدخيل في جميع أنواع التقوية، يعني التقوية السياسية تستند إلى هذا النوع، التقوية الاقتصادية تستند إلى هذا النوع، التقوية الاجتماعية تستند إلى هذا النوع، التقوية العسكرية تستند إلى هذا النوع، وهي التقوية الاقتصادية. إذا واحد قوى عدوه، العدو اللي يتآمر عليه، العدو اللي يحاول تحطيمه، العدو اللي يحاول إفساد شبابنا وفتياتنا، العدو الذي ينشر الكتب ضد مقدساتنا، إذا واحد قوى هذا العدو من الناحية الاقتصادية هذا معناه قواه سياسيا، قواه عسكريا، قواه اجتماعيا، قواه في جميع المجالات، لأن الاقتصاد يدخل في كل شيء، في كل أبعاد الحياة. إذن الاكتفاء الذاتي يعني أن لا نتعامل مع هؤلاء، أن نقاطع هؤلاء، هذا يمثل ضرورة ويمثل واجبا شرعيا. لأن عندما واحد يروح إلى هذه الشركة ويشتري منها ثوب أو أي حاجة من الحاجيات ويدفع دينار، هذا الدينار يمكن أن يتحول إلى رصاصة تقتل مسلما. هؤلاء كيف يعيشون؟ يعيشون على أشياء منها أموال المسلمين. كان عندهم شعار فيما مضى قبل يمكن 20 عام أو أكثر، هذا الشعار كانوا ينشرونه في بلاد الغرب، وشعارهم كان ادفع دولارا تقتل مسلما. حقيقة لهم هذه العقلية، يعني هؤلاء إذا كانوا يتمكنون، إذا المعادلات ما كانت تمنعهم كانوا يقتلوننا جميعا، يحملون حقد على الإسلام ويحملون حقد على المسلمين. هذا الدينار يتحول إلى، يمكن يتحول إلى رصاصة تقتل مسلما، أو يتحول إلى كتاب ينشر ضد النبي صلى الله عليه وآله.
مو واجب واحد يقاطع هؤلاء، مو واجب واحد عندما يذهب إلى بلاد الغرب يحقق في هذه الشركة اللي يروح ويشتري منها أن هذه الشركة شركة تدعم هذه الدولة المحاربة لله أو لا. المنقول إن كثير من المسلمين عندما يذهبون إلى تلك البلاد يذهبون إلى هذه الشركة، هذه الشركة اللي هي من أركان الدولة اليهودية، شركة لطيفة نظيفة منظمة، هذا الظاهر. ولكن الواقع إن هذه الشركة من أركان الدولة اليهودية ولها فروع حتى في بلادنا. الإنسان يقاطع، الفقهاء يفتون أنه إذا كان التعامل مع شركة يعتبر تقوية للدولة اليهودية هذا التعامل حرام ولا يجوز. أكو هنالك تجربة تاريخية، النبي صلى الله عليه وآله عندما جاء إلى المدينة، المؤرخون يذكرون هذا الشيء، اليهود طبيعتهم طبيعة محاولة الهيمنة على كل شيء. يعني إذا جاءوا إلى بلد، إذا نفذوا في بلد ما يقتنعون أنه يتم هنالك الصلح مثلا، وهاي دولة وذيك دولة ثانية، لا، يريدون يأخذون كل شيء بأيديهم، الاقتصاد يكون بأيديهم، السياسة تكون بأيديهم، الثقافة تكون بأيديهم، وكل شيء. أهل المدينة كانوا قد وقعوا تحت هيمنة اليهود من الناحية الثقافية، الثقافة بيد من كانت؟ بيد اليهود، فكانت لهم سيطرة ثقافية. من ناحية السلاح، السلاح كان بأيدي اليهود. من ناحية التجارة، الأسواق كانت بيد اليهود، التصدير والاستيراد كان بيد اليهود، وأهل المدينة كانوا جماعة مستضعفين. كان هنالك بني النضير أو بني النضير، كان هنالك بني المصطلق، كان هنالك بني قينقاع، اليهود كانوا محيطين بالمدينة وماخذين المدينة، وكانوا كما ذكر المؤرخون الآن يكتفون بهذا المقدار، قل يأخذون السياسة، الاقتصاد، الاجتماع، الثقافة، ما يخالف، ولكن فوق ذلك وهذه طبيعتهم في كل مكان يحاولون تحطيم المجتمعات أخلاقيا. يعني يحاول أنه يأخذ أبناء الناس ويجرهم إلى الفساد والانحراف والمخدرات وشبكات الكذا المعروفة. وتردون تحكمون، احكموا، أكو هنالك أفراد يريدون أن يحكموا، لا، هذا المجتمع يجب أن يحطم. هاي طبيعتهم دائما على مر التاريخ. فكانوا عامل من عوامل إفساد المدينة المنورة، إفساد شبابهم وإفساد فتياتهم. النبي صلى الله عليه وآله جاء كما يذكر المؤرخون، أولا من الناحية الثقافية في حرب بدر، النبي صلى الله عليه وآله عندما كان هنالك مجموعة من الأسارى
قال فداؤكم، الفداء ما أريد منكم مال، كل واحد منكم يعلم 10 من أولاد المسلمين. هذا هو، كان الرجل المشرك يجي يعلم 10 من أولاد المسلمين القراءة والكتابة. هؤلاء الأولاد الشباب تعلموا القراءة والكتابة وعلموا الآخرين أيضا، وشيئا فشيئا المدينة خرجت من الهيمنة الثقافية لليهود. هذا أولا. ثانيا، السلاح بيد اليهود. النبي صلى الله عليه وآله قال يجب على المسلمين أن يتعلموا صناعة السلاح. ماكو واحد يعرف. النبي صلى الله عليه وآله قال روحوا إلى اليمن، راحوا إلى اليمن وتعلموا من اليمنيين صناعة السلاح، حتى الدبابة، مو بهذا المنهج الجديد، كان شيء مثل غرفة يقال له دبابة، المقاتل كان يروح في هذه الغرفة ويهجم على العدو بدون أنه العدو يتمكن يصيبه، هذا كان يقال له دبابة في ذلك الوقت. المسلمين راحوا إلى اليمن وتعلموا الدبابة. إذن بعد ما نحتاج إلى اليهود من الناحية العسكرية، هذا اثنين. ثالثا، الهيمنة الاقتصادية. الأسواق كانت بيد اليهود، التجارة بيد اليهود. النبي صلى الله عليه وآله قال لهم اتجروا تجارة. التجارة جدا مهمة في الدين، وحتى في الأحاديث أكو إن من ترك التجارة فقد ذهب يمكن نصف عقله أو ثلث عقله. واحد لا يترك التجارة حتى إذا شاب، وحتى إذا استغنى، حتى إذا شاب يعني كبر. اتجروا، النبي قال اتجروا تجارة. قالوا يا رسول الله دكاكين ما عندنا. النبي قال لهم دكان ما يحتاج. هذا الكلام اللي كثير من الشباب العاطلين يقولون، دكان ماكو، دكان ما يريد. رأس مال التجارة شيء واحد وهو الإنسان. هي هذه الشركة اليهودية اللي الآن تنفع الدولة اليهودية ب1,000,000,000 دولار سنويا. هاي الشركة بدأت من يهودي ما عنده ولا جنيه واحد، ما كان عنده. اقروا الكتاب كيف بدأ. التجارة لا تحتاج إلى ما، التجارة تحتاج إلى شيء واحد وهو الإرادة، بعد التوكل على الله تعالى. إرادة. اتجروا، دكان ما عندنا. النبي صلى الله عليه وآله قال افرشوا البسط في الشوارع. واحد يأخذ لبساط في الشارع يشتري شيء ويبيع شيء، ولو يشتري بالقرض. هذا هو الإنسان، بدون دينار واحد يتمكن يتاجر. الآن مو مجال بيان هذا الشيء، يسأل عنه الاختصاصيون. اتجروا اتجروا. الهيمنة التجارية راحت. رابعا، النبي صلى الله عليه وآله حرم جميع أنواع الفساد. اليهود عادوا إلى حجمهم الطبيعي، كانوا المهيمنين عادوا إلى حجمهم. النوع الأول الاكتفاء الذاتي في قبال الأعداء المحاربين، وقلنا إن هذه ضرورة وواجب شرعي كما يقول الفقهاء.
النوع الثاني هذا أشكال وأشاق، ولكن بتوجه قليل واحد يتمكن ينفذ هذا الشيء ولو شيئا فشيئا. أنا ما أقول مرة واحد، لا، شيئا فشيئا. الاكتفاء الذاتي في قبال الكفار مطلقا. أكو تروح للجمعية، أكو هنالك جبن مال فلان بلد غربي، وأكو جبن مال فلان بلد إسلامي بلاد المسلمين. لماذا واحد يشتري هذا الجبن؟ خلي يشتري هذا الجبن. الآن بعيدا عن قضايا الطهارة والنجاسة والحلية والحرمة والإنفحة، ما علينا بهاي الأشياء. إحنا لماذا ما دام توجد بضاعتان، بضاعة أجنبية وبضاعة إسلامية، ليش واحد ما يشتري هاي البضاعة؟ واحد يقول أن ذاك أطيب، أن ذاك أجود. الوالد له كلام لطيف يقول إذا واحد عنده ابن شوية مو حلو وابن الجار حلو، يطرد ابنه بالشارع يطلعه وياخذ ابن الجار. صحيح هذا المطلب؟ هذا ابنك بالنتيجة، حلو يكون أو مو حلو، يجب أن تتعايش مع ابنك. هسه نفرض أن هذا القماش من البلاد الإسلامية جيد ومن البلاد الأجنبية أجود، ما يخالف. بالنتيجة هذه تتعلق بنا، تتعلق بأخ لنا في الدين، أخونا. هذا الأفضل، واحد يدعم أخوه أو يدعم عدوه وعدو الله ياهو منه، وهذا أفضل. بعدين إحنا ما دمنا محتاجين إلى الكفار، إحنا أسراء بأيديهم، احتج إلى من شئت تكن أسيرة. حتى إذا واحد يحتاج إلى الخدامة بالبيت، خدامة اليوم تريد تطبخ غدا، أنتوا تردون الغدا في الساعة الثانية، فد يوم تتأخر لازم تقعد تنتظر. إذا تحتاج إلى سائقك يوم من الأيام نايم أو ما هو لازم تنتظر. يعني حتى إذا واحد يحتاج إلى خادم يصير أسير لذلك الخادم. ما شايفين هذا الشيء؟ إذا واحد اعتمد على البلاد الأجنبية في القماش والجبن والحنطة والتمر وما أشبه ذلك، يصبح أسير بأيديه، يتلاعبون بنا تلاعب. الإمام الباقر صلوات الله عليه أنقذ الأمة. شلون أنقذ الأمة؟ بهذه الطريق. راجعوا كتاب حياة الإمام الباقر صلوات الله عليه، كتاب الحيوان للدميري. الإمبراطورية الرومانية النقود كانت تصنعها، البلاد الإسلامية كانت محتاجة في النقود إلى البلاد الأجنبية. صار هنالك شيء، الآن ماكو مجال أذكر ذلك الشيء، قوة عند النقد مالك بيده يهددك، مثل واحد صاحب بيت يهدد المستأجر أنه رفع الإيجار وإلا أطلعك، ماذا يفعل؟ عندما نقدك يكون بيد العدو أو بيد الكافر يتأمر عليك، افعل هذا الشيء وإلا أقطع عنك. الحاكم الروماني هدد عبد الملك ابن مروان، قال إما افعل فلان شيء فد قضية ما علينا بها، وإما أنا أكتب على النقود شتم رسول الله صلى الله عليه وآله. أنا أكتب
وهذا يبقى عليك عار إلى آخر الدهر. عبد الملك هو اضطرى، ماذا أفعل؟ قال أشأمني، أحسبني أشأم مولود في الإسلام. واحد قال له أنت تعرف الحال؟ قال أين الحال؟ قال عند الإمام الباقر صلوات الله عليه. قال إيه، هذا كان غائب عن طلب الإمام الباقر صلوات الله عليه. الإمام قال للقضية هين، أنتوا نقدكم معتمد على الإمبراطورية الرومانية، هذا الارتباط فكوا، هذا الاعتماد أنهوا، أنتوا اصنعوا الناقد في بلادكم، بعد ما تحتاجون لهم، أي شيء يريد يعمل خليه يعمل. قال كيف؟ راجعوا التواريخ، الإمام ذكر له الطريقة الفنية لصناعة النقود، تأخذون صنجات من قوارير وتصنعون كذا وكذا، طريقة فنية دقيقة راجعوها. سوى عبد الملك هذا الشيء واستغنى عن الإمبراطورية الرومانية، روحوا في دربكم. إحنا إذا ما اعتمدنا على الأجانب في أكلنا في شربنا في أشيائنا بالمقدار الممكن، بالمقدار الممكن نحن نخرج من حالة الأسر، بعد ما نكون أسراء لهم. هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث جدا مشكل، ولكن بالمقدار الممكن. أولا الاكتفاء الذاتي في مقابل الأعداء المحاربين. ثانيا الاكتفاء الذاتي في مقابل الكفار مطلقة. ثالثا اللي احنا ما نتمكن عليه لكن بالمقدار الممكن، الاكتفاء الذاتي في قبال الآخرين مطلقة. واحد لا يحتاج إلى واحد آخر بالمقدار الممكن، أن لا يعتمد على الآخرين بالمقدار الممكن. إحنا في رواياتنا أكو هنالك روايات كثيرة، وهذه الروايات روايات مهجورة. من الأشياء، هذا كمثال نذكره، ربما واحد يقول أنا ما أتمكن، غالبا ما نتمكن، ولكن كما ذكر بعض الفقهاء يستفاد الملاك من ذلك. أي مرحلة نتمكن نتقدم إليها في الاستغناء عن الآخرين نتقدم إلى تلك المرحلة. في الروايات أكو، هاي الرواية مروية عن الإمام الصادق صلوات الله عليه، الإمام يقول دقيق لا تشترون، دقيق لا تشترون، إذا أردت أن تشتروا فاشتروا الحنطة، اخذوا الحنطة وحولوا الحنطة في بيتكم إلى دقيق. ليش؟ واضح، لأنه أنت عندما تشتري الحنطة تشتريها نفرض بدينار، ولكن إذا اشتريت الدقيق تشتري الدقيق بدينار وربع. وين راح هذا الربع؟ راح من جيبك، أنت متضرر في هذه القضية. ما دام يمكن، أنا ما علي بهذا المثال، واحد يقول إحنا ما نتمكن، راح ماكو في بيتنا، أنا ما دا أتكلم في هذا المثال بالذات، أنا دا أتكلم في الكلي. الكلي يعني شنو؟ يعني الأمر دائر، نروح نشتري كباب من المطعم
أو نشتري اللحم ونحوله إلى كباب في البيت، الثاني نفعل. لماذا واحد يشتري طعام المطعم؟ طعام المطعم أولا غالبا مو نظيف، طعام المطعم غالبا مو نظيف. رأيتم التحقيقات اللي نشرت والفضائح العجيبة. ثانيا طعام المطعم غالبا مضر، هذا الدهن الذي يطبخ فيه، كم مرة يطبخ في هذا الدهن؟ 20 مرة يمكن، 30 مرة، يقولون هذا خطير من الناحية الصحية. أما في البيت الدهن نطبخ فيه مرة واحدة وينتهي، صاحب المطعم ما يسوي هذا الشيء. وثالثا هذا مكلف من الناحية الاقتصادية، انتوا جربوا كل ليلة واحد يروح يشتري طعام من المطعم، بل ليلة واحد مجبور ما بيشكل، ليلة جاءه ضيوف ما يتمكن ما بيشكل، لكن ماكو داعي. ما دام يمكن واحد يطبخ في البيت ليش يعتمد على الآخرين وعلى طعام المطعم؟ الإمام يقول لا تشتروا الدقيق وإنما اشتروا الحنطة إن تحولوها إلى دقيق. لاحظوا هذه الرواية عن أبي عبد الله، يعني الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، شراء الحنطة ينفي الفاقر، واضح، يعني طبقا للمعادلات الاقتصادية أيضا واضح، شراء الحنطة ينفي الفقر، وشراء الدقيق ينشئ الفقر. إذا واحد اشترى الدقيق هذا يفتقر، هو خلي يحول الحنطة إلى دقيق. وشراء الخبز محق، يعني هذا فوق الفقر، هذا أصلا يودي البركة، هذا يعدم الماء. لذلك قديما الناس كانوا في بيوتهم يخبزون ويطحنون. الآن احنا ما نتمكن، نفرض احنا ما نتمكن في الأشياء التي نتمكن، ليش نعتمد على الآخر؟ هذا في الرواية. في الروايات ننتقل إلى بعد ثاني. في الروايات أكو تأكيد كبير على اتخاذ الدواجن في البيوت، اتخذ الدواجن. إذا واحد بيته مثلا يعيش في شقة وما يتمكن ربما، لكن إذا واحد عنده أرض لماذا لا يتخذ الدواجن في البيوت؟ الدواجن أولا تطرد الأجنة، الأجنة يجون يعبثون بالأطفال ويؤذون الأطفال. الدواجن بعض أنواعها كالديكة، هذا يطرد الأجنة من البيت. واحد، الأطفال يأنسون بها بدل ما يأذون بالبيت. الطفل إذا ما عنده شغل يبدأ بالأذية، أما إذا أكو دواجن بالبيت يروح ويأنس بها. هذا اثنين. ثالثا واحد مريض مبتلى بمشكلة يروح يقعد وينظر ويتسلى. ثالثا. رابعا هذا من الناحية الاقتصادية في صالح الإنسان، لأنه الدواجن عندما تكون في البيت بيض، البيض يكون مجاني، بعد ما يحتاج يروح من الجمعية يأخذ بيض، بيض صحي جيد، لماذا يروح يشتري من الجمعية؟ حليب بعد ما يحتاج يشتري من الجمعية، الناقة موجودة في البيت، الشاة موجودة في البيت، فلماذا يشتري من الجمعية؟ واحد يقول شنو قيمة هذه الأشياء؟ واحد يعطي 400 فلس يشتري كيلو حليب من الجمعية. هي هاي 400 فلسات تجتمع وتكون هذا التأخر للمسلمين. المسلمون كيف تأخروا؟ هي هاي المفردات الصغيرة اجتمعت 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 كونت هذا التخلف. الوالد له كتاب لطيف اسمه القطرات والذرات. واحد لا يقول شنو قيمة هذا العمل؟ هذه القطرة تجتمع وتجتمع وتجتمع وتكون البحر،
البحر شنو هو؟ قطرات. هذا البر اللي يحتوي على مليارات الرمال شنو؟ رامل ورامل، حبة رامل وحبة وحبة كونت هذه الصحاري الكبيرة. واحد يقول شنو قيمة 400 فلس؟ ليش إلها قيمة؟ ما دام يمكن بعدين نساؤنا غالبا إذا أكو في البيت دواجن، إذا أكو في البيت مغزل، هذا بالروايات أكو، اتخذوا المغزل لنسائكم في البيوت، خلي يقعدون في البيت يحوكون، هذا أفضل من يشوفون تلفزيون، أو يقعدون وحدة خابر الثانية ساعة وساعتين يحجون، حتى إذا ما حجوا بالغيبة والتهمة والنميمة يحجون كلام فارغ لا ينفع شيئا. تقعد المرأة تغزل في البيت، هذا في صالح دينها، في صالح دنياها، في صالح زوجها. الروايات وعلموهن الغازل، خلي يتعلمون. هذه المفردات احنا ربما نستهين بها، ولكن في الروايات تأكيد عليها. النبي صلى الله عليه وآله، بعدين العمل صحة، العمل صحة للبدن. الإنسان الفارغ يبتلى بأمراض القلب، بأمراض الجلطة، بالسكر، بالاكتئاب. الإنسان اللي يشتغل من الصبح لليل ما يبتلى بهذه الأمراض، هذا جزاء العاملين في الدنيا. الإنسان اللي أول الصبح ساعة 10 يقوم وما عنده خلق وشغل ما عنده، هذا يبتلى بالاكتئاب، يبتلى بالأمراض، يبتلى بمختلف أنواع المشاكل الصحية. أما إذا واحد من أول الصبح يقوم وبرنامج مشحون كما أمر الدين، هذا ما يبتلى بهذه الأمراض. أنتوا يوم من الأيام جربوا إذا عندكم شغل من أول الصبح لليل بعد ما عندكم وقت تفكرون في الاكتئاب، واحد يقعد يفكر أنه لماذا حدث كذا، وقت ما عنده يفكر، مشغول. يعني هذه الأشياء فيها الدين وفيها الدنيا أيضا. النبي صلى الله عليه وآله يقول: ونعم اللهو المغزل للمرأة الصالحة. إبراهيم النخعي مر على امرأة وهي جالسة على باب دارها بكرتان، يعني أول الصبح، وفي يدها مغزل تغزل به، فقال لها: يا أم بكر، أما كبرتي؟ أنت بعد صايرة عجوزة، شنو هذا المغزل؟ أما آن لك أن تضعي هذا المغزل؟ قالت: وكيف أضعه وقد سمعت علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: هو من طيبات الكسب. هذا من الطيبات. هذه الرواية أيضا عجيبة عندنا. يعني قال الإمام الصادق صلوات الله عليه: ما كان إسماعيل عندكم؟ الآن يمكن بعض يتعجبون، ماكو تعجب، هي هذه المفردات ترفع أمة. ما كان إسماعيل عندكم؟ إسماعيل جد النبي صلى الله عليه وآله، ابن إبراهيم، فقيل صديق. الإمام كأنه قال هاي المقدمة حتى الناس لا يستوحشون مما يقوله الإمام. فقال الإمام: إن بقية حمام الحرم من حمام إسماعيل. إسماعيل صلوات الله وسلامه عليه كان عنده حمام في البيت، وهذا الحمام اللي نشوفه بالحرم، يعني الإمام يقول هذا بقية حمامه. النبي صلى الله عليه وآله يقول: أكثروا من الدواجن في بيوتكم. على كل حال، الروايات في هذا المجال كثيرة جدا، ونكتفي من الروايات بهذا المقدار.
ننقل هذه القضية ونختم بها الموضوع. أحد الملوك، ملوك البلاد الإسلامية، ولا أسمي ذلك البلد، زار العراق. في ذاك الوقت الملوك اللي كانوا يزورون العراق المسلمين كانوا يزورون مراجع التقليد، وفي ذاك الوقت كان مرجع التقليد السيد أبو الحسن الإصفهاني رحمة الله عليه. اتقرر أن يكون هناك لقاء بين هذا الملك وبين سيد أبو الحسن. في وين؟ في حرم أمير المؤمنين صلوات الله عليه. رئيس التشريفات يقول أنا كلش كنت قلق من هذا اللقاء، لأن هذا الملك كان ملك شاب متكبر متجبر، ويجي يلتقي بالسيد أبو الحسن مرجع التقليد يمكن يتصرف تصرف غير مناسب، يقول كلمة غير مناسبة، فأنا كلش كنت قلق. اللقاء بين مرجع تقليد وحاكم متجبر طاغي. فتوسلت بالإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنه لا يحدث شيء في هذا اللقاء. يقول أنا في أثناء الطريق إلى حرم الإمام أخذت أمهد لهذا الحاكم، قلت لعلماء الشيعة هالشكل، مراجع التقليد هالشكل، سيد أبو الحسن الإصفهاني هالشكل. قال أنتوا الشيعة تغالون في مراجع التقليد، مراجع التقليد فالناس عادي. يقول وصلنا إلى الحرم ودخل الملك الشاب المتجبر المتكبر من باب، ودخل السيد أبو الحسن الإصفهاني رحمة الله عليه من باب آخر والتقيا. كان الأسلوب هالشكل، يأتيان من بابين ويلتقيان معا، سلموا وجلسا وبعض التعارفات. ثم السيد أبو الحسن رحمة الله عليه قال له انتو منين تأمنون مواردكم المالية؟ يقول الملك فوجئ بهذا السؤال كأنه ما كان متوقع هذا السؤال، ففكر لحظة قال في الواقع احنا دولة صغيرة وفقيرة واحنا ما عندنا امكانات ونعتمد على الدولة العظمى الفلانية، الدولة التي كانت لا تغيب عنها الشمس، دولة يعطون ماي صالح للشرب، يعطون محولات كهربائية، يعطون كذا وكذا، وإحنا مجبورين أن نعتمد عليهم. فقال له السيد أبو الحسن رحمة الله عليه كيف المسلم يمد يده إلى الكافر؟ أنت حاكم بلد مسلم، شلون تمد إيدك إلى الكفار؟ هذه مو ذلة، هذه مو منقصة. يقول الملك هواية الصاغر بعد ما كان بتلك الكبرياء، بعد هذا الكلام جدا تصاغر وانكمش. بعدين قال له انتوا اذا تردون مال انا، يعني السيد ابو الحسن، اؤمن لكم جميع ما تحتاجون اليه، ولكن لا تمدوا يدكم الى الاجانب. يقول الملك جدا انكمش وتصاغر، وبدا عليه الشعور بالهوان بعد هذا الكلام، ثم قام وودع السيد وذهب. يقول في الطريق قال لي
إن كل ما قلته عن السيد هو قليل، السيد في نظري أعظم من جميع ما قلته. شاهدنا في هذه الكلمة، ليش واحد يمد إيده إلى الآخرين؟ كفارا كانوا، محاربين كانوا، أو حتى إذا كانوا مسلمين، مد اليدين إلى الآخرين هذا عمل مو محبوب لله. حتى واحد قاعد على المائدة يقول للابن جيب لي ماء، هذا مو محبوب عند الله، هو يقوم من مكانه ويجيب الماء. فكيف إذا كان هذا الذي يمد يديه إليه كافرا محاربا لله معاندا لله؟ إحنا ولو هذه مفردات صغيرة، ولكن يجب علينا أن نبدأ بهذه المفردات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجي المسلمين من براثن الكافرين. احتج إلى من شئت تكن أسيره، واستغن عمن شئت تكن نظيره، وأحسن إلى من شئت تكن أميره. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شرت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من القلب فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نورٍ